شفت يا زميلي، عايزين نصدق ان البايرن قوي بيكسب انتراخت 5-2 والكلام ده، ما اعرفوش ان انا عارف اساسا ان هم عايزين يكسبوهم 5 علشان خاطر يكونوا خدوا طارهم وكمان ايه يخوفونا في الماتش الجاي. قال يعني احنا هنخافوا مفيش اول ما يكسبوا انتراخت 5. لو ايه يا اسطى، عاملين ان الراجل اللي جاب الجولين هو كمان اللي جاب في نفسه الجول الخامس، اشتغلتوني انا كده. هي انت بتقول ايه يا حبيبي؟ بتقول ايه بالظبط؟ الفرقه بتاع انتراخت دي خسرانه الاسبوع اللي فات 3-1، واضح ان العيال قاعدين مفخرين. طب ايه ان هم خسروا من البايرن 5 يا اسطى؟ انت مالك اساسا؟ انت خايف منهم ليه يا اسطى؟ انت مش عندك فرقه قويه والرجاله بتاعتك مظبطه وكسبان الماتشين اللي فاتوا والمفترض ان انت هتلعب على ملعبك، ايه يا اسطى انت مقلق ليه؟ ما تخليك كده واثق في نفسك واثق في فرقتك وعادي يا اسطى، ما تخافش كده. صاحبي معلش، هو انت ليه لابس فانيله ليفربول وانت تتكلم على ماتش بتاع بايرن ميونخ؟ ايه التيت يا اسطى؟ بس هو انت ليه غاوي تحرجني؟ انا جبت فانيله البايرن يا اسطى بس مع الاسف الشديد طلعت قصيره عليا، يعني اعمل ايه يا اسطى؟ مقاسي كبير، اعمل ايه بالظبط يا اسطى؟ محتاج مقاس تخصص. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا مبسوط ان انا اخيرا رجعت تاني اعمل فيديوهين 3 في اليوم علشان بقى في ماتشات كتير والكلام ده يا اسطى. يعني بما ان اخوك فرحان ان هو بيعمل فيديوهين في اليوم، ما تعمل له لايك وتعمل له سبسكرايب يا ابني. يا ابني ده احنا في اخر يوم في رمضان ومفترض انك تعمل اي حاجه كده، حاجه يعني ممكن تمنع بلاوي كتير. بص انا مش بشحط منك لايكات ولا سبسكرايب ولا اي حاجه، استغفر الله العظيم. بس عادي يا اسطى، يعني بما انك يعني قلت لي ان انا تابع البوندسليجا وانا بتابعها عشان خاطر سعادتك، مش تخسر اي حاجه لو عملت لي لايك او عملت سبسكرايب. عارف ان انا طولت معاك في جو الشحاته ده، بس انا كنت منتظر مباراه النهارده بصراحه ربنا من بايرن ميونخ وانتراخت فرانكفورت. كان نفسي كده اللي هو قطار يا اسطى، لما يبقى في حد في زميلك قطعك على قفاك مره كده وانت ما شفتوش، وبعد كده بتبص وراك لقيته جري، بعد كده الظروف جابته تحت ايدك وهو اساسا مش قادر يمشي ولا قادر يتنفس. تخيل بقى تعمل معايا بالظبط يا اسطى اللي حصل النهارده في ماتش بايرن ميونخ وانتراخت فرانكفورت. بايرن ميونخ وانتراخت فرانكفورت الدور الاول اتاخدوا على اخوانا. اول الماتش جيروم بواتينج اتطرد، بعد كده ضرب الجزاء، بعد كده واحد في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس، بعد كده في اقاله نيكو كوفاتش. النهارده بقى جمله بايرن على حجرهم، الفرقه واقعه بدني، كانوا عايزين الدوري ما يكملش، وحالتهم من نفس النيله، واللعيبه مش قادره تتحرك في الملعب، واللعيبه كان بيتعامل معاهم الصح في الشوط الاول. غير ان بايرن ميونخ يعني التغييرات بتاع التشكيله ظبطت الفرقه للامانه بتاعت ربنا. يمكن عدم وجود تياجو والكنتره في نص الملعب سرع الريتم شويه مع جورتسكا تحته وقدامه توماس مولر، وعلى الاطراف كان كومان، وكمان احلى حاجه ان هو قعد جنابري على الدكه لان الراجل كان واضح ان هو مفخد والراجل كان طلع له كرش، وحتى مكانه النهارده بيرسيتش. فبيرسيتش وكومان عملوا اطراف قويه جدا قدام فرقه بتلعب ال 4-2-3-1 ومش قادره تلعبها ومستنيها بايرن ميونخ خلص معاها الماتش. فعلا بايرن ميونخ بيبدا المباراه كده بضغط، انا هكسبكم 5 يعني هكسبكم 5، هعمل معاكم ايه بس هتطلعوا خسرانين 5 النهارده. بعد كده الهدف الاول بيجي عن طريق جمله عظيمه جدا، حاجه كده من ريحه بايرن ميونخ بيب جوارديولا، وبيقدر جورتسكا يحرز من الهدف الاول. بعد كده بس انتراخت فرانكفورت اعترف الماتش على الترابيزه. بصوا يا جماعه احنا مش هنقعد نرجع معاكم في الجيم والكلام ده، بصوا عايزين تجيبوا الثاني هاتوا الثاني، عايزين تجيبوا الثالث هاتوا الثالث. بس ما تحسوش ان انتوا ممكن تنفخوا ده، لان احنا في الدقيقتين بس ممكن نجيب فيكم جونين وعادي عادي يا اسطى. ما هي دي مشكله بايرن بقى، اللي هو الفرقه معاها الكوره تحس ان ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه البساطه القصيره؟ ايه الطعومه والحلاوه دي؟ مفروش معاها الكوره يا خراشي هيتحللوا. ببص يا اسطى 3-0 خلاص بقى، بايرن بيدور على الخماسيه النظيفه وبيدور على الرومنتانا بقى ارجع حقي. بعد كده لقيت بايرن بيلبس الهدف الاول، بعد كده الثاني، بعد كده ببص لاوليفر كان بدا يقلق، وبعد كده ببص لقيت فومنجي بدا يقلق، والفرقه كلها بدات تقلق. اللي هو ايه يا جماعه، من الفرقه كانت عامله 50 دقيقه زي الفل، 3 دقائق خوفوا الدنيا كلها. ما هي دي المشكله يا صديقي، لما يكون عندك جيروم بواتينج وعندك البا اثنين مساكين اللي هو الابا واسمه ده جيروم بواتينج، حاسس ان في مشكله في خط الدفاع. غير كمان الاطراف بتاعتهم، الراجل الفونسو ديفيز بيعمل وجبات هجوميه بس ما بيدافعش، بافارد ما بيهاجمش بيعمل وجبات دفاعيه بس. فانت حاسس ان في مشكله في البايرن، بس المشكله بتظهر لما الفرقه بتقطع منها الكوره. لما الفرقه بتقطع منها الكوره بتلاقي ان مفيش حد بيرجع، في بطء غير طبيعي في ان الناس اللي قدام ترجع تساند الناس اللي بيدافعوا. كومان ما بيدافعش، بيرزيتش اساسا لما ياخد سبرنت وفكر يدافع خلاص دي نهايه الكوكب. في مشكله في البايرن، رتم بطيء وحالتهم من هنا 60 ميله والكره مش معاهم، الكره مش معاهم، تلاقي ان هم عندهم شويه مشاكل. طب رتم بطيء
اه يا اسطى ريتمهم بطيء ومعاهم الكوره، هنشتغل بعض يا اسطى. بس هو النهارده انت رخت كانوا واقعين وجايبين جاز وبيحسوك ان بايرن ميونخ النهارده فرقه فشيخه. بس يعني الكلام ده سخني بصراحه، يعني بايرن ميونخ كسبان 5 انت رخت وراجع بقى، وتوماس مولر بيجيب جون عالمي، وكمان الفونسو ديفيز الراجل بيسندها له كده في الجون الرابع، وخد يا ابني هات الرابع عشان ننجز ونخلص من اول الماتش الفقري ده. والجون الخامس كمان الراجل اللي جاب الجونين راح قال لك يا جماعه انا جبت جونين، ابقى جبت جونين واجيب واحد في نفسي يبقى ثلاثه بطلع هاتريك. بعد كده الراجل بيجيب الهدف الخامس وبتخلص على 5-2 وزي الفل. طب بص بقى التغييرات 9 بصراحه على الدكه بتاع بايرن، اللي هو ثلاث ارباع الدكه شباب. بعد كده بيلاقي ان هو انا محتاج انزل لوكاس هرنانديز مكان بواتينج عشان خاطر بواتينج جاله شد. ليه؟ ما هو خد سبرنت، بواتينج خد سبرنت جاله شد وعايز تاخد دوري ابطال. يا اسطى يا اسطى ما احنا قلنا الفرقه فيها مشاكل، والمشكله كمان ان هانز فليك ورومنجي واقفين وبيتفرجوا على الفرق اللي عندها مشاكل دفاعيه كتيره جدا، وعادي منبهرين ان احنا كاسبين تراخت 5، اللي هو يا اسطى ما انت تراخت دي خسران الاسبوع اللي فات 3. بس عادي انا ممكن اقول لك مبسوط، وش بصراحه اشتريت من العرض الكويس اللي بايرن عمله النهارده، وابهروني بصراحه ان هم عرفوا يكسبوا تراخت 5 وعرفوا يرجعوا طارهم، وعرفوا كمان ان هم في محطة قوية جدا الأسبوع الجاي، أو مش الأسبوع الجاي، هو يوم التلات ده ما بينهم ما بين بروسيا دورتموند على زعامة الدوري والكلاسيكر الألماني والكلام ده. بص يا صديقي أنا اتفرجت على 90 دقيقة في الدوري الألماني النهاردة، بص أنا اتفرجت على 120 مش 90 أساسا، يعني هو 180 أساسا 90 يا اسطى. بس أخوك عنده مشاكل كتيرة قوي في الحسابات، مش تخسر أي حاجة لو عملت لي بلس واحد في اللايك وعملت لي بلس واحد في السبسكرايب. هو الماتش كان خفيف وظريف وحاجة كده، فرقة عايزة تكسب وتوصل للخمسة، بعد ما وصلت للخمسة شافت إن ليه اجيب السادس، ما هم كسبوني 5 بس، والفرقه الثانيه عايزه يخلي عايز الماتش يتصفر عليها قبل ما ينزل الملعب. هو ده المباريات في الدوري الالماني بعد الرجوع. دلوقتي طبيعي يا اسطى ان احنا نتفرج على اسبوع سيء واسبوع ثاني سيء، وبعد كده الاسبوع الثالث والرابع بعد العوده الجو يبدا يسخن. انا مش هيسخن من ثاني اسبوع خالص يا اسطى، هيسخن ازاي يا اسطى وتلاقي ان في ماتشات هات وخد، ولو انت وصلت لحد النقطه دي تسال يا اسطى انت ليه لابس التيشيرت بتاع ليفربول ومش لابس التيشيرت بتاع بايرن، ففاتك كتير بقى يا اسطى. وشكرا انك كملت الفيديو معايا لحد دلوقتي علشان خاطر كده زاد وغطى اصلا مش عارف اشكرك قد ايه.